طيبين إن شاء الله بخير، جعلكم بخير. طبعا بدون فلتر. عجيب اليوم أنت يا جمال عارف قاعد تتكلم علي وتشكك في ولائي وحبي للاتحاد. صراحة ما توقعتها منك أنت بالذات. أي نادي يدعيني إنه أحضر له مباراة خارجية ويمثل الوطن أتشرف، ما بالك نادي أنا لعبت فيه، يعني طبيعي ومن الطبيعي إني أحضر. وبالنسبة للاتحاد وكذا أنا ما أنكر الاتحاد خيره علي طبعا بعد توفيق الله، وأنا اجتهدت وثابرت واشتغلت على نفسي عشان ألعب في الاتحاد، مو لأن أصير نجم بس، عشان ألعب في الاتحاد والاتحاد يشرفني وأتشرف في الاتحاد. أما أنت لا تدخل بيني وبين الجمهور ولا بيني وبين نادي الاتحاد رجاء، أنت بالذات، وأنت عارف ليه وأنا عارف أنت إيش بالضبط بالنسبة لك الاتحاد. أنا وما زلت أشجع الاتحاد، غيرك أنت تشجع أفراد. فنصيحة، أخرج من طريقي عشان أنا عارفك كويس، عارفك كويس، عارفك كويس، ولو تباني أفصل بفصل. وعلى فكرة ترى حتى كلامك انت لما تتكلم كله انا قلت، وانا ذاك اليوم قلت لكم المدرب، وانا قلت لكم سووا كذا، وانتو ترى انت اعلامي، اوكي انت اعلامي.